هناك خلط متكرر بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ويعتقد الكثيرين إنهم اسمين لنفس المحكمة. وهل أيضاً الأعمال المكلفين بها ذاتها، وما هي مكوناتهم ومهماتهم، والفرق بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بشكل عام؟ ويوضح هذا كله الأستاذ الدكتور عامر فخوري من قناة عالم القانون الدولي وحقوق الإنسان. هل سبق لك وأن تساءلت عن كيفية فهم العدالة في مجتمعنا الدولي المعقد؟ أو هل تساءلت عن الاختلافات بين محكمتين تبعد مقرهما الواحد عن الآخر بأقل من 5 دقائق؟ اليوم سنأخذ رحلة في عالم العدالة الدولي، حيث تقف محكمة العدل الدولية والمعروفة بالICJ والمحكمة الجنائية الدولية المعروفة بالICC كنقطتي تقاطع تجمع بينهما، لكنهما يختلفان في أهدافهما وأساليب عمله. دعونا نكتشف سوياً الفروقات الرئيسية بين هاتين المحكمتين المهمتين، ونرصد كيفية تأثيرهما في العالم اليوم. In our application, South Africa has recognized the ongoing Nakba of the Palestinian people through Israel's colonization since 1948, which has systematically and forcibly dispossessed, displaced, and fragmented the Palestinian people. أحبائي، محكمة العدل الدولية والمعروفة بالإنترناشنال كورت أوف جاستس والمحكمة الجنائية الدولية والمعروفة بالإنترناشنال كريمينال كورت، مقرهما الرئيسي في مدينة لاهاي في هولندا، تمثلان نقطتين بارزتين في المجهة القضائي العام. ومع وجودهما في نفس المكان، تختلف كلا المحكمتين في طبيعة عملها ومدى تأثيرها. فبينما تأسست محكمة العدل الدولية في عام 1945 كجزء من الهيكل القضائي لمنظمة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، فإن محكمة الجزاء الدولية تأسست في عام 2002 بموجب معاهدة روما التي وقعت عليها الدول الأعضاء. كما أن الاختلاف يشمل عدد الدول الأعضاء في كل محكمة، فبينما يبلغ عدد الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية 193 دولة، فإن عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية يبلغ 123 دولة، وهو تاريخ تسجيل هذه الحلقة. ومع أن كلتاهما تقعان تحت سقف واحد في لاهاي، يبرز الاختلاف في الطبيعة والمهمة التي تطلع بها كل منهما، مما يجعلهما أحد الأركان الأساسية في بناء النظام القانوني الدولي. فبينما تركز محكمة العدل الدولية على حل النزاعات القانونية بين الدول استناداً إلى القانون الدولي، تعمل المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة الأفراد عن جرائم تؤثر على المجتمع الدولي بشكل كبير، مثل جريمة الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية وجريمة الحرب وكذلك جريمة العدوان. هنا وفي هذه القاعة بالتحديد تناقش أفظع جرائم العالم وأكثرها وحشية. هنا وفي هذه القاعة واجه عدد من رؤساء العالم مثل رئيس يوغوسلافيا وتشيلي وصربيا أخطر التهم. الاختلاف أيضاً بينهما بين المحكمتين من حيث عدد القضاة، فبينما تتألف محكمة العدل الدولية من هيكل قضائي يتكون من 15 قاضياً، يتم انتخاب القضاة بشكل منفصل لفترات تتراوح ل9 سنوات دون إعادة انتخابهم. فإن المحكمة الجنائية الدولية الICC تضم هيكلاً قضائياً يتألف من 18 قاضي. هذا العدد يسهم في توسيع نطاق اختصاص المحكمة لضمان فاعلية وتمثيل أوسع في محاكمة الجرائم الدولية الخطيرة.
في الختام، محكمتا العدل الدولية ICJ والمحكمة الجنائية الدولية ICC تمثلان جهودا دولية هامة لتحقيق العدالة بين الدول ومحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم جسيمة على المستوى العالمي. تعكس هاتان المحكمتان التزاما بتعزيز القانون الدولي وحقوق الإنسان في بناء عالم أكثر عدالة وسلاما. طاب مساؤكم.